أحسن الله إليكم. يقول السائل حسان: بالنسبة للجلوس بعد الرفع من السجدة الأولى أي في الركعة الثانية يعني جلسة الاستراحة، ما حكمها؟ هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما تقول. اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الجلسة من الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل التشريع فتكون سنة، أو هي من أجل الحاجة فلا تكون سنة وإنما تكون من المباح، إذا احتاج الإنسان إليها يفعلها وإذا لم يحتج إليها فإنه لا يفعلها، على قولين لأهل العلم. الصحيح أنها غير سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في وقت قوته عليه الصلاة والسلام، وإنما فعلها عند الحاجة لما ثقل. نعم.